من الواجب توفر على عدة مرجعية من أجل فهم آليات إعداد العرائض وكذلك الترف بشأنها. طبعا الحال البارحة كنا قدمنا مجموعة من الدلائل ومجموعة من المواقع الإلكترونية الحكومية التي كانت تساعد يعني توضح لنا كيف يمكن أن نعد هذه العرائض. من بين طبعا أشهر المواقع هناك موقع يسمى بالبوابة الوطنية للمشاركة المواطنة، وفيه يتم تقديم العرائض يعني بصيغة إلكترونية. هذا الموقع من المواقع المهمة جدا التي يجب فعلا إذا أردت أن تعرف حتى المجموعة من القوانين التنظيمية لإعداد العرائض على المستوى الوطني الجهوي أو الإقليمي، فهذا الموقع هو بوابتك الأولى للتعرف والاكتساب مجموعة من المعارف والمفاهيم حول هذه العملية. كذلك من الواجب التعرف على إذا أردت أن تعرف مجموعة من الدلائل حول الإصدارات، هذا الموقع هذا كذلك البوابة الوطنية لجماعة الترابية من المواقع المهمة جدا والتي تتوفر في هذه الجلدة. تشير هنا الإصدارات، تلقى مجموعة من الدلائل ومجموعة من القوانين التنظيمية التي تعزز مكتسباتنا حول إعداد كذلك العرائض. كذلك هذا دليل جاهز ومتكامل، عندي نسخة بي دي اف من بعد تنتقسم معكم، دليل مصادر تدبير العرائض على مستوى العمالات والأقاليم. كاين ثلاثة ديال الدلائل، كاين دليل على مستوى الجهات، وكاين دليل على مستوى العمالات والأقاليم، وكاين دليل على مستوى الجماعات المحلية. كاين ثلاثة ديال الدلائل، وهذا كاين نسخ هذه المواقع الجميل فيها أنها مواقع حكومية، في نفس الوقت كتعطيك هذه الدلائل على صيغة بي دي اف تسهل لك يعني هذه العملية. كذلك هذا من الدلائل ربما اللي غادي نعتمدوا عليه في هذا الورش هو دليل المشاركة المواطنة الجزء الأول، حق تقديم العرائض إلى السلطات العمومية وإلى مجالس الجماعات الترابية. دليل بسيط جدا ودليل واضح، حنا غادي ناخذ منه مجموعة المقتطفات اللي غادي تولي الطريقة والآلية ديال إعداد العريضة، من الإعداد حتى المتابعة وقبول هذه العريضة أو عدم قبولها. كذلك هذا دليل مهم جدا، دليل مصادر إحداث وتفعيل واشتغال وتتبع هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بالجماعات. كذلك دليل تفصيلي مهم جدا، من الواجب على كل الفاعلين السياسيين وكذلك هيئة المجتمع المدني يعني الاطلاع على هذا الدليل، دليل مهم جدا يعطيك آليات اشتغال هذه هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بالجماعات الترابية. إذا هذه مجموعة من الدلائل، وربما كانت مجموعة من الدلائل يعني استقيناها في يعني في الحصة السابقة أو في الورشة السابقة، والتي ربما تعمل يعني كمرجع أساسي بالنسبة لكل كما قلنا كل فاعلين سياسيين كل هيئة المجتمع المدني من أجل التزود بالمعارف الأساسية وبالآليات إعداد العرائض. إذا كيف يتم تقديم عرائض ضمن هذا المحور؟ قد تطرقنا له في ورشات سابقة، لكن من اجل تعزيز المفاهيم من اجل كذلك عندما ننزل العريضه عندما نصيغ العريضه يجب ان نتملك مجموعه من المفاهيم، فانا اعتمدت على هذا الدليل اللي هو هذا الدليل اعتبرته كمرجع اساسي اللي هو الدليل، يعني كل المعارف اللي غادي نعطي لكم اليوم تعتمد بس على هذا الدليل، الدليل هذا. بعدها غادي نتقاسم معكم من عند هذيك المجموعه في ذكرها نتقاسم معكم هذه الدلائل كلها وفرصه انكم تقراوها وتطلعوا عليها لان مهمه جدا وبسيطه حتى في الصياغه ديالها بسيطة جدا. إذا هذا هو المرجع ديالنا باش نجد الأمانة العلمية، فهذا هو المرجع الأساسي اللي غادي نعتمدوا عليه في هذه الورشة التكوينية. إذا الخطوة الأولى يطرح سؤال في هذا الدليل، من يملك الحق في تقديم العرائض؟ شكون اللي عنده الحق أنه يقدم عريضة ويترفع على هذه العرائض؟ إذا حق تقديم العرائض إلى السلطات العمومية من الحقوق التي خولها الدستور للمواطنات والمواطنين المساهمين في تدبير الشأن العام إعمالا للديمقراطية المواطنة والتشاركية التي هي من المقومات الاساسيه للنظام الدستوري للمملكه. يمكن لكم في اي وقت كاصحاب العريضه، هنا كيخاطبنا الدليل حنا، يمكن لكم في اي وقت كاصحاب العريضه سواء كنتم تقيمون بالمغرب او خارجه ان تبادروا باعداد عريضتكم التي تتضمن مطالبكم او مقترحاتكم او توصياتكم وتوجهون الى السلطات العموميه المعنيه لاتخاذ ما تراه مناسبا لشانهم اجراءات. من هم اصحاب العريضه؟ هم المواطنون والمواطنات المقيمون بالمغرب أو خارجه الذين اتخذوا مبادرة لإعداد عريضة ووقعوا عليها شريطة تقتضي عن الشروط أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية السياسية وكذلك مقيدين في اللوائح الانتخابية العامية اللي هو شرط أساسي جدا. كيف يتم إعداد العريضة؟ إعداد القبل للعريضة هو خطوة أساسية تستلزم جهدا وتفكيرا جماعيا. حرصوا في المقام الأول على أن تكون لديكم فكرة واضحة
ومشخصا ابعاد كامله. حتى في صياغه العالم غادي نصيغوا اليوم غتكون عندنا فكره واضحه. يعني قد ما كانت عندنا فكره واضحه وفكره مسبقه على الموضوع اللي غادي نقدموا فيه العريضه قد ما يسهل صياغه ما يتبعها من اهداف من دواعي الى اخره. ننتقل بعد ذلك الى تحرير العريضه تكون مرفقه بمذكره مفصله. هذه تقدر تكون من الاسباب ديال رفض العريضه هو انها ما كتكونش فيها واحد المذكره مفصله حول دواعي الاهداف ديال هذه العريضه هذه. حيت في الواجهه المراد العريضه كتكون فقط افكار مكتظبه، ولكن الموافقات ديالها كتكون واحد الورقه مفصله حول الاسباب التي دعتنا الى اعداد هذه العريضه والاهداف اللي كانت مخمه. شنو هي المخرجات او النواتج اللي ممكن نستفيدوها من هذه العريضه. عموما يتعين الا يخرج مضمون العريضه عن نطاق توصيف مفصل لمطالبكم واقتراحاتكم وتوصياتكم. تلفت الانتباه الى مساله او موضوع معين على نحو يراعي الايجاز، الوضوح في التعبير وتفادي الكلمات غير الضروريه، وهادشي كنا شفناه في الورشه السابقه. قد ما كانت العريضه واضحه وصيغه بسيطه جدا، قد ما فعلا حتى المتلقي لانك كنت ما كتخاطبش نفسك انما تخاطب الاخر او المتلقي، فالمتلقي ما عندوش تفرغ كامل يجلس يقرا لك العريضه، وانما هو عنده وقت وجيز جدا، فالافكار يجب ان تكون مختصره وواضحه جدا. من طبيعه الحال من الشروط اللي يكون هذا فقط مختصر، كنا تنظم هذه العناصر كلها كنا مرينا عليها. الشروط اللي خصها واجب توفرها ومراعاتها عند تحرير العريضه. اول حاجه باش تقبل العريضه ديالي خص تكون اول حاجه كتراعي المصلحه العامه، معنى الموضوع ديالها كيراعي المصلحه، ماشي مصلحه شخصيه ولا واحد الافراد محددين، انما يراعي المصلحه العامه. ثاني كذلك مشروعيه المطالب او المقترحات او التوصيات التي تتضمنها عائلتكم، معنى ما يكونش اشكال في المواضيع اللي كنطلبوها، وفي نفس الوقت ما تكونش هذه المواضيع عندها واحد الصبغه ذاتيه، عندها مثلا فيها حسابات سياسيه او حسابات شخصيه او حسابات مع اشخاص محددين، وانما هي فعلا كتكون هذه المطالب مشروعه محرره بشكل واضح بكل وضوح في التحرير، موافقه بمذكره مفصله باسباب واهداف تقديم العريضه، تكون واحد المذكره مرفقه. موافقة بلا إحدام العريضة بطبيعة الحال ضروري جدا تكون هذه اللائحة موافقة، وكذلك لا تكون مقدمة لأكثر من سلطة، مايمكنش نديرها هنا وهنا وهنا، إنما كتكون مايمكنش مثلا حنا صيفطها على المستوى الوطني وعلى المستوى الجهوي، لا صافي واحد الإدارة محددة أو واحد الهيئة أو واحد السلطة محددة هي صافي كنصيفطها عليها، هي من بعد كدير الإجراءات ديالها إذا كان شي ترافع على جهات عليا. وهذا هاد الشروط هذه مرفقة في القانون التنظيمي رقم 44/14 في هذه الأهداف يعني. هذه الاسماء اللي تقدر تخلي العريضه ما تقبلش، هو اول حاجه اذا مست بثوابت الجامعه الامه، ثوابت الامه المغربيه، هذه يعني خط احمر، ما يمكنش مثلا دابا ندير عريضه عندها علاقه مثلا بالوحده الترابيه ولا هدف الوحده الترابيه، او لا شي خطاب كيمس بالوحده الترابيه او لا كيمس بالدين الاسلامي او لا، يعني هذه المسائل هذه كتسمى ثوابت الامه المغربيه، هذه ثوابت مفصله لا نقاش فيها، مايمكنش انسان ان ياخذ في التمفصلات ديالها، لان هذيك صافي من اساسيات الامه المغربيه اللي كتبين الاعتزاز والانتماء ديالي لهذا الوطن الحبيب. كذلك من الاسباب اللي تخلي العريضه ديالي ما تقبلش انا اذا كانت شي حاجه كتعلق بالامن الداخلي، بالدفاع الوطني او بالامن الخارجي للدوله، هذه مساله ما عندك حتى علاقه بها، كاين جهات مسؤوله اللي كتخدم في هذا المجال هذا. كذلك تكون موضوع عن قضايا معروضه امام القضاء، اذا كانت شي قضيه معروضه امام القضاء او لا مازال شي مساله قضائيه وكذا، فهذه مساله بطبيعه الحال الرفض يكون واضح. تتعلق بوقائع تكون موضوع تقصي من قبل اللجان النيابيه لتقصي الحقائق، إذا كان شي موضوع يعني في النيابة العامة وكذا، إن هذه المسائل هذه كتخلي أن فعلا الموضوع ديالك ما تناقش فيه، ما غاديش أصلا مباشرة يكون الرفض ديال العريضة. من بعد نشوفوا المواضيع اللي كتخليك أن فعلا العريضة ديالك تكون مقبولة 100%. تكون عريضتكم غير مقبولة بعد دراستها، يعني تقبلت ما رأيناه سابقا، هذه غير كيشوف الإنسان العريضة أو المسؤول غير كيشوف العريضة كيرفضها، لأن كتكون في هذه العناصر الأربعة. احيانا تقدر من العائله ديالي تقدر من بعد يعني كتقبل، ولكن بعد المدرسه ديالها كترفض. اول حاجه تخيل بمبدا استمراريه المرافق وبمبدا المساواه في الوجه اليها، بمعنى مثلا شي مرفق مثلا انا طلبت المرفق ما يبقاش يتبدل بشي مرفق اخر عليك شي مقترح ولا كذا، ولكن هذاك المقترح اللي يخدم المصلحه العامه بمعنى كتكون مرفوضه. تكتسي طبعا نقابيا او حزبيا ضيقا، كتكون حسابات نقابيه. تكتسي طبعا تمييزيا بمعنى تكون تمييز المراه او تمييز الطفوله او كذا، كتكون بطبيعه الحال مرفوضه. تتضمن سبا او قذفا او تشهيرا او تضليلا او اساءه لمؤسسات واشخاص، بطبيعه الحال هذه كل اسباب تدعو الى رفض هذه العريضه. تشكيل لجنه، لجنه اعداد العريضه تشكل 5 اعضاء او اقل،
تختار وكيلا عنها ونائبا عنها ونائبا عنهم. تعد لجنة التقديم على الإطار الأنسب الذي يمكن الذي يمكن من التنسيق الجيد لجهود أصحاب المبادرة لتقديم عارضة. ستساعدكم هذه اللجنة على التواصل مع المواطنات والمواطنين في جميع التوقيعات. من هذه اللجنة لجنة مهمة جدا، ما كتكونش من فرد أو جوج، وإنما كتكون من خمسة أعضاء على الأقل، ومن يكون مسؤول على إعداد هذا العارضة وجمع التوقيعات. طبيعة الحال دعم العارضة تدعم على المدى، تدعم على التوقيعات، بمعنى ان الناس اللي هذيك العارضه ممكن توجد خص الناس اللي غادي يوقعوها او توقيع العارضه هذه. اذا بعد انتهاء من تاليف لجنه تقديم العارضه تاتي مرحله البحث عن مداعمين ومساندي العارضه، يعني اللي كيعطي قوه العارضه وكيعطي المصداقيه ديالها وكيعطي القانونيه ديالها هي التوقيعات. ما تعرفش غير توقيع، انما توقيع مرفق بنسخه من البطاقه الوطنيه، مش انا المواطن يعطيك نسخه من البطاقه الوطنيه، معناها راه معك في الطرح، ولكن اذا قال لك لا سمح لي وكذا، معناها خصك انت تعطيني استراتيجيه، خصك اليات الاقناع ديالو. معنى هو ما كافيش رقم ديال البطاقه الوطنيه، حيت رقم البطاقه تقدر تجيب اي بلاصه، لكن واحد اللي كيعطيك نسخه من البطاقه ديالو معنى هذه كتعطي مصداقيه اكثر للعارض. ضروري خص تكون موثقه، كتاكد العنوان اللي انت كتاكد العنوان في نفس الوقت انا نسيت كيعطيك البطاقه ديالو معنى راه معك في العنوان من غير ديك الحي الجهه.